بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الحية رقم 11 من مقرر ادارة الجودة الشاملة، الفصل الثاني من عام دراسي 1439-1440. وكنا في المحاضرة السابقة بدأنا في تقديم يعني الأفكار المتعلقة بالمحاضرة المرئية رقم 24، وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 24. الجدير بالذكر أن الرؤية القيادية تتمحور حول العميل بحيث تعكس ألف قيم المنظمة، باء فلسفة المنظمة، جيم قيم المنظمة وفلسفتها، دل شيء ما ذكر. وفي المحاضرة السابقة توقفنا في تقديم بعض الأفكار المتعلقة بفصل الإدارة الاستراتيجية للجودة، وقلنا أن لكي نفهم الاستراتيجية الجودة لابد أن نفهم سيرورة الإدارة الاستراتيجية التي تبدأ بالرؤية القيادية. ومن الرؤية القيادية يعني نحاول أن نفصل لكي تفعل هذه الرؤية إلى يعني الرسالة. في الرسالة يكون هناك تفاصيل مع تحليل بيئي الداخلي والخارجي. يمكن نستطيع نحدد الأهداف الرئيسية، ومنها نستطيع نحدد الاستراتيجيات المناسبة ونفذ تلك الاستراتيجيات، ثم الرقابة والتقييم. وقدمنا الرؤية القيادية كيف أن تصور الإدارة العليا لما ستكون عليه منظمة في المدى الطويل، وضحنا كيف كثير من الشركات نجحت بفضل تحديد الرؤية القيادية. وهذا موضوع ساعة يعني، وخاصة يعني موضوع رؤية 2030 والتفعيل العلمي للرؤية. فهذا الفصل يعطينا الطريقة العلمية لتفعيل الرؤية، تحويلها إلى رسالة وأهداف ومخططات. وفي إدارة الجودة الشاملة الرؤية يمكن أن تبعث من ذهن قائد واحد، ولأن منهجية إدارة الجودة الشاملة تؤكد على ضرورة مشاركة الأطراف المعنية في تحديد هذه الرؤية. وقدمنا يعني مجموعة من الأمثلة، وقلنا أن هذه الرؤية يمكن أن تعكس قيم المنظمة وفلسفتها، فيمكن تكون قيم مادية أو قيم تنظيمية أو قيم سيكولوجية. وقلنا أيضا أن يعني بعض الشركات مثلا تركز على النمو، وشركات أخرى ربما تركز على الأرباح. ثم قدمنا الرسالة وهي تفصيل يعني يمكننا من تفعيل الرؤية، ويمكن من إجابة على سؤالين: من نحن ولماذا نحن موجودين. وهذه الرسالة نجيب على مجموعة من الأسئلة: ماذا يعني ماذا، ما هي المهمة الأساسية للشركة، من هم العملاء، كيف، ما هي الوسائل المستعملة، لماذا، ما هو سبب وجود هذه المنظمة، ما هي القوى الدافعة، مثل التكنولوجيا المستخدمة، وأي صفات، أي الصفة التنافسية للمنظمة. نحن الآن في فصل الإدارة الاستراتيجية وفي مستوى أمثلة صياغة رسالة المنظمة. وقلنا أنه يمكن أن رسالة المنظمة تكون صياغتها على أساس مثالي أو وصفي، وأن رسالة المنظمة لا تستمر على حالها ولكن تتغير مع تغير البيئة. ومنها دخلنا إلى تحليل البيئة، تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وقلنا أن العناصر الإيجابية في البيئة الداخلية تسمى نقاط قوة، والعناصر السلبية في البيئة الداخلية نقاط ضعف، وفي البيئة الخارجية العناصر الإيجابية فرص والعناصر السلبية تهديدات. ووضحنا كيف نحدد في البيئة الخارجية
الفرص والتهديدات من خلال دراسة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المحيطة بالشركة، أيضا من خلال الأسواق والعملاء والمنافسين والموردين. وأعطينا أمثلة، مثلا زيادة الطلب على منتج معين، هذا يعني خارج المنظمة هو إيجابي ففرصة، أو دخول مثلا منافس قوي إلى السوق، هذا سلبي فهو تهديد. ثم دخلنا إلى تحليل البيئة الداخلية، ووضحنا كيف أن الأشياء الإيجابية يعني نقاط قوة وتؤدي إلى كفاءة المنظمة، والأشياء السلبية هي نقاط ضعف. فمثلا جودة التصنيع داخل المنظمة نقطة قوة، شيء إيجابي، بينما مثلا عدم كفاءة التدريب هذا شيء سلبي، نقطة ضعف. ثم إذا من الرؤية والرسالة والتحليل البيئي الداخلي والخارجي نحدد الأهداف الرئيسية، ومن الأهداف الرئيسية نشتق الأهداف الفرعية. والهدف لابد أن تكون له شروط، سميت بسمارت، يعني سمارت بالإنجليزي هي الذكي، ولكن كل حرف له معنى. يعني الـ specific أن يكون الهدف محدد، الـ measurable أن يكون هدف قابل للقياس. نحن الآن في فصل الإدارة الاستراتيجية، المحاضرة رقم 24، ونعطي الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدف ليكون يعني سليم بأتم معنى الكلمة. يعني قلنا هذا السمارت هي مختصرات، فالاس يعني سبيسيفيك يجب أن يكون هدف محدد، الام ميجرابل أن يكون هدف قابل للقياس، والاي اشيفابل يكون واقعي وقابل للتحقيق، والار ريلاتيف متعلق بالموضوع، والتي تايم فريم يعني لابد ان نحدد وقت زمني لتحقيق هذا الهدف. واعطينا امثله لاهداف سمارت، اهداف جيده. وقلنا ان هذه الاهداف يجب ان يعني توضح في ضوء عدد من العوامل، مثلا علاقه التاثير والتاثر بين البيئه الخارجيه والداخليه، يعني نقصد تحديد نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات. يعني كل هدف لابد ان يعتمد على نقاط القوه وتحويل نقطه الضعف الى قوة، واغتنام الفرص خارج المنظمة، وحماية المنظمة من التهديدات. أيضا نحدد الكميات والنوعية، القدرة على تحقيق الموازنة بين المنظمة والبيئة، أيضا يأخذ بعين الاعتبار ثقافة وقيم الإدارة العليا للمنظمة، وعلاقات السلطة والمسؤولية بين أفراد التنظيم، وأسلوب اتخاذ القرارات. وقلنا في الأخير أن لابد أن تكون هناك مشاركة جميع الأطراف في صياغة هذه الأهداف، وذلك يمكن من إيجاد موائمة بين الأهداف الرئيسية وأهداف الدوائر أو الإدارات والأقسام. إذا نرجع إلى الجزء الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 24. إذا نفس السؤال الذي بذكر أن الرؤية القيادية تتمحور حول العميل بحيث تعكس ألف قيم المنظمة، باء فلسفة المنظمة، جيم قيم المنظمة وفلسفتها، دل شيء مما ذكر، وفعلا الإجابة الصحيحة هي جيم. الجدير بذكر أن الرؤية القيادية تتمحور حول العميل بحيث تعكس إذا جيم قيم المنظمة وفلسفتها. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 24. فإذا على الرغم من أن الرؤية القيادية يمكن أن تنبعث من ذهن قائد واحد، إلا أن منهجية إدارة الجودة الشاملة تؤكد على ألف ضرورة مشاركة الأطراف المعنية أو أصحاب المصالح من موظفين وعملاء وموردين وغيرهم في وضع الرؤية القيادية، ب عدم ضرورة مشاركة الأطراف المعنية أو أصحاب المصالح من موظفين وعملاء وموردين وغيرهم في وضع الرؤية القيادية، ج إقصاء الأطراف المعنية أو أصحاب المصالح من موظفين وعملاء وموردين وغيرهم في وضع الرؤية القيادية، ذلك جميع ما ذكر. فعلا الإجابة الصحيحة هي لا، على الرغم من أن الرؤية القيادية يمكن أن تنبعث من ذهن قائد واحد، إلا أن منهجية إدارة الجودة الشاملة تؤكد على إذا ألف ضرورة مشاركة الأطراف المعنية أو أصحاب المصالح من موظفين وعملاء وموردين وغيرهم في وضع الرؤية القيادية. السؤال الثالث، جودة التصنيع داخل الشركة يعتبر ألف نقطة ضعف، باء نقطة قوة، جيم فرصة، دال جميع ما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي باء، فجودة التصنيع داخل الشركة يعتبر نقطة قوة. رابعا، السؤال الرابع، تحليل البيئة الداخلية للمنظمة يمكن من التعرف على ألف الفرص والتهديدات، باء نقاط القوة، نقاط الضعف،
جيم نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات دالة شيئا مما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي باء. فتحليل بيئة داخلية المنظمة يمكن يتعرف على إذا الإجابة باء نقاط القوة ونقاط الضعف. ثم السؤال الخامس الإجابة به صح أم خطأ. الإدارة العليا يجب أن تعلم أنها جدت في موضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكذلك أن تمارس بشكل فعال هذا التوجه. فليس المطلوب هو حمل الشعارات فقط بل يجب أن نمارس الفعالية وتطبيق هذه الشعارات. هل هذا صحيح أم خطأ؟ هذا صحيح. الإدارة يجب أن تعلم أنها جدت في موضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكذلك أن تمارس بشكل فعال هذا التوجه. فليس المطلوب هو حمل الشعارات فقط بل يجب الممارسة الفعلية وتطبيق هذه الشعارات. لما نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 25 وأمامكم الكوز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 25. فتعتبر سياسات الجودة ألف المرشد العام للموردين أثناء أداء واجباتهم ب الرجاء يعني الآن يعني في المحاضرة جنسية الدكتور لا أدري هل يعني مهمة المعلومة هذه أم لا. يعني نحاول أن نكمل حتى حصة الغد تكون يعني مخصصة للمراجعة. فإذا كان ستكون لك أسئلة خارج عن الموضوع فهذا سيعطلنا. فرجاء التزام بموضوع المحاضرة. تعتبر سياسات الجودة ألف المرشد العام للموردين أثناء أداء واجباتهم ب المرشد العام للعملاء أثناء أداء واجباتهم ج المرشد العام للموظفين أثناء أداء واجباتهم د الجميع المرشد العام للموظفين أثناء أداء واجباتهم د الجميع ما ذكر. إذا بالنسبة لي وصلنا في هذه المحاضرة تقديم الاستراتيجيات المناسبة. فقلنا أن هناك استراتيجيات على مستوى المنظمة وهناك استراتيجيات على مستوى دائما نحن في كل محاضرة نعطي الاختبار السريع ونتحدث على بعض المواضيع في المحاضرة ثم نرجع نعطي الإجابات. الطلاب حاولوا أنهم يجدوا الإجابات ثم نعطي الإجابات بعد قليل. ثم إذا قلنا هناك استراتيجيات على مستوى المنظمة، استراتيجيات على مستوى وحدة الأعمال، واستراتيجيات وظيفية واستراتيجيات تشغيلية. بالطبع تنفيذ الاستراتيجيات التشغيلية يمكن من تنفيذ الاستراتيجيات الوظيفية التي بدورها تمكن من تنفيذ استراتيجيات وحدة الأعمال وبالتالي تنفيذ استراتيجيات المنظمة ككل. فالتنفيذ إذا يتطلب أن الإدارة يعني توضح الأعمال والنشاطات وأيضا توفر البيئة المناسبة للتخلص من المشاكل والعقبات التي تواجه سيرورة التنفيذ. أيضا لابد من إعداد يعني خطة عملية. ربما يتم إعداد أكثر من خطة عملية ولكن في النهاية يتم اختيار الخطة التي تتلائم مع استراتيجية المنظمة وعلى أساسها يتم يعني تحديد يعني استعمال الموارد المستخدمة. ولابد أيضا من تحديد إطار زمني والالتزام بذلك الإطار الزمني. بالطبع يعني إذا كان تم تحديد هذه الخطة العملية لابد أن يعني تحول تترجم إلى أموال ما يسمى بالموازنة. هذه الموازنات لابد من التقييد بها عدم صرف أكثر أو أقل. ثم قلنا الرقابة باب التنفيذ يراقب هل تم الجانب الأول يعني هل تم يعني التزام بالإجراءات المطلوبة. إذا كان هناك انحرافات لابد من أن يعني اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وأيضا تقييم مستوى إنجاز الجانب الثاني. هناك أهداف خططنا لها ثم نرى هل نفذنا تلك الأهداف أم لا، أم هناك يعني انحرافات فتكون هناك تغذية عكسية. إذا كان هناك انحرافات يعني نعيد. نحن الآن في آخر الفصل إدارة الاستراتيجية في موضوع الرقابة بعد تنفيذ الاستراتيجية. وقلنا إذا كان هناك انحرافات يمكن أن نعدل الرؤية الرسالة والأهداف والاستراتيجيات التي من بينها استراتيجية الجودة. فمن بين استراتيجية الجودة هناك خمس استراتيجيات. استراتيجية تولي إدارة عالية ضغط الجودة، استراتيجية تدريب الجودة المكثف، استراتيجية التركيز على العملاء، واستراتيجية تحسين الجودة، واستراتيجية الضبط الإحصائي للجودة.
فيعني بالنسبة لاستراتيجية تولي الإدارة العليا ضبط الجودة، هذه استراتيجية تتطلب أن تكون هناك سياسات مكتوبة للجودة، تكون هي المرشد العام للموظفين أثناء أداء واجباتهم، يكون في هذه السياسات كيفية يعني القيام بالتحسين المستمر ومنع وقوع الأخطاء ورفع من الأداء، أيضا وضع أهداف للجودة لجميع الوظائف والمستويات، توسيع المسؤوليات، أيضا تمكين العاملين للقيام بعملهم مع بالطبع التفويض، و يعني بالطبع إذا كان تمكن عام الموظف لابد من منحه الصلاحيات لممارسات يعني هذه يعني الصلاحيات لتأدية المهمات المطلوبة. الاستراتيجية الثانية للجودة هي تدريب الجودة المكثف، لابد من ندوات وورشات لجميع المستويات الإدارة العليا الوسطى ولكل الموظفين لكي يرفعوا من كفاءتهم. بالنسبة للتركيز على العملاء لابد من إجراء بحوث تسويقية، معرفة مدى رضا العملاء ومحاولة بعض ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف لدى المنظمة لإرضاء العملاء ونشر الجودة يعني في مختلف أنحاء المنظمة لإرضاء العملاء. بالنسبة لاستراتيجية التحسين المستمر، أنا بطريقة دورية دائما نحاول أن نبحث عن المشاكل التي تحدث في المنظمة ونتخلص من تلك المشاكل بتخطيط يعني جيد للتخلص من تلك المشاكل، مثلا في الإنتاج أو في التصميم أو في التوزيع، وذلك إرضاء العملاء والرفع من الأداء. بالطبع يعني مشاكل الجودة هذه لما نحسبها تعطينا ما يسمى التكلفة الخفية، هذه التكلفة الخفية لأنها لا تظهر بالأرقام المحاسبية العادية، فكل ما انقصنا من مشاكل الجودة كل ما انقصنا من التكلفة الخفية. بالنسبة للضغط الإحصائي للجودة، فإذا كثير من المنظمات تستخدم الأساليب الإحصائية في ضغط الجودة، فمتوسطات انحراف معياري والتباين والانحداث، يعني مثلا نختار مستوى جودة معين، إذا كان ما ننتجه ابتعد عن هذا المستوى فهناك انحرافات إحصائية فتمكننا معرفة مشاكل الجودة. أيضا هناك أدوات مثل شكل الانتشار وتحليل باريتو وخريطة السبب والأثر وخريطة تدفق العمليات وقائمة المراجعة وخريطة المتابعة وخرائط الرقابة، هذه تمكن معرفة مشاكل الجودة وإعطاء حلول. أيضا لما مشاكل الجودة والعيوب تظهر بسرعة يعني قد لا نأخذ عينات مما ننتجه كثيرا، لكن لما هناك صعوبة في معرفة العيوب نحتاج إلى أخذ أكثر عينات. وفي الآخر وضحنا علاقة بين الجودة استراتيجية الجودة بصفة عامة واستراتيجية المنظمة. فهناك عالم اسمه سكينر وضح أن العوامل الصناعية والتكنولوجية والمنافسة تؤثر على استراتيجية المنظمة، وبالتالي ما أن استراتيجية الجودة هي جزء من استراتيجية المنظمة فتلك العوامل أيضا تؤثر على استراتيجية الجودة. ووضحنا كيف يعني من التحليل البيئي الداخلي والخارجي نحدد الاستراتيجية العامة من المنظمة، من الاستراتيجية العامة من المنظمة نحدد استراتيجية الجودة، على أساسها نصمم المنتج، نحدد المعايير والمواصفات، نحدد المدخلات، عملية الإنتاجية لتحويل المدخلات إلى مخرجات، المخرجات يعني نقصد المنتج النهائي، هذا لما يستلمه العميل نستطيع نعرف هل العميل راضي أم لا، وعلى هذا الأساس قد نقوم بتحديد التحليل البيئي وتعديل استراتيجيات سواء الاستراتيجية العامة أو استراتيجية الجودة، يمكن أننا نحدد تصميم منتج المدخلات المخرجات، عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات والمعايير. لكن هذا آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة المادية رقم 25، فإذا نرجع إلى الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 25، فقلنا تعتبر سياسات الجودة إذا ألف المرشد العام للموردين أثناء أداء واجباتهم، ب المرشد العام للعملاء أثناء أداء واجباتهم، ج المرشد العام للموظفين أثناء أداء واجباتهم، د جميع ما ذكر، وثامن الإجابة الصحيحة هي ج، تعتبر سياسات الجودة إذا الإجابة ج هي المرشد العام للموظفين أثناء أداء واجباتها. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 25 تتضمن سياسات الجودة التأكيد على ألف ضرورة أن تكون جهود التحسين مستمرة، ب
التركيز في أنشطة الجودة على تأكيد الجودة ومنع وقوع الأخطاء بدلا من اكتشاف الأخطاء لتصحيحها. جيم الوصول إلى مستويات عالية من الجودة دال جميع ما ذكر. فهم الإجابة الصحيحة هي جيم، فتتضمن سياسات الجودة التأكيد على جميع ما ذكر، ضرورة أن تكون جهود التحسين مستمرة، التركيز في أنشطة الجودة على تأكيد الجودة ومنع وقوع الأخطاء بدلا من اكتشاف الأخطاء لتصحيحها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المادية رقم 11، تسعى برامج تحسين الجودة إلى تطوير ألف السيرورات داخل المنظمة، ب السيرورات خارج المنظمة، ج البيئة الخارجية، د لا شيء مما ذكر. والإجابة الصحيحة هي ألف، تسعى برامج تحسين الجودة إلى تطوير السيرورات داخل المنظمة. السؤال الرابع متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 25، ينبغي أن يتضمن برنامج تحسين الجودة جمع المعلومات عن تكلفة مشاكل الجودة، وخاصة التكلفة الغير خفية، ب التكلفة الخفية، ج التكلفة المباشرة، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ب، فينبغي أن يتضمن برنامج تحسين الجودة جمع المعلومات عن تكلفة مشاكل الجودة وخاصة، إذا الإجابة ب التكلفة الخفية. السؤال الخامس والإجابة صح مفتح، قد تسعى المنظمات إلى التركيز على العملاء من حيث دراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها. هذه الاستراتيجية لا تتطلب إجراء بحوث تسويقية لدراسة خصائص العملاء وفئاتهم وأدواتهم وحاجاتهم المعلنة وغير المعلنة الحالية منها والمستقبلية. كما لا تتطلب هذه الاستراتيجية كذلك إجراء دراسات مستفيضة عن المنظمات المنافسة باستمرار من أجل تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف لديها. هذا صحيح أم خطأ؟ الأسئلة مع الإجابات كلها موجودة في المنتدى، يمكن الرجوع إلى المنتدى وستجدون الأسئلة مع الإجابات. فإذا إجابة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ هل العبارة صحيحة أم خطأ؟ خطأ، فعلا خطأ. قد تسعى المنظمات إلى التركيز على العملاء من حيث دراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها. إذن هذه الاستراتيجية تتطلب إجراء بحوث تسويقية لدراسة خصائص العملاء وفئاتهم وأدواتهم وحاجاتهم المعلنة وغير المعلنة الحالية منها والمستقبلية. كما تتطلب إذن هذه الاستراتيجية كذلك إجراء دراسات مستفيضة عن المنظمات المنافسة باستمرار من أجل تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف لديها. لنمر إلى المحاضرة المرئية رقم 26، وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 26. المقصود بتمثل الموظف هو ألف رفع قدرته على اتخاذ قرار بنفسه وبدون إرشاد إدارة، ب خفض قدرته على اتخاذ قرار بنفسه وبدون إرشاد الإدارة، ج خفض قدرته على اتخاذ قرارات بنفسه وبإرشاد الإدارة. ده الجميع ما ذكر. ودخلنا في المحاضرة المرئية رقم 26، دخلنا في إذن في فصل إدارة الموارد البشرية للجودة، وبالطبع في موضوع إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة، الفكرة الأساسية هو كيف نجعل الموظف متحمس لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. لما ندخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، بعض الموظفين يعني قد لا يتحمسون. تحدثنا سابقا عن أن البعض يقاوم أصلا التغيير ويقاوم تطبيق الجودة. فبالتالي وضحنا أن الدوافع التي تدفع الموظف هي قوة داخلية، ويعني أعطينا تعريف للدوافع. والخوارز قلنا أنها هي قوى خارجية تؤثر على الموظف، فبالتالي نحن نحاول أن نعرف ما هي الاحتياجات الموظف الداخلية، ونحاول أن نلبي رغبته لكي تكون له دافعية لتطبيق الجودة. أيضا نعطي الموظف حوافز لكي يعني يتحمس لتطبيق الجودة. وتم تصنيف الحوافز من حيث طبيعتها إلى نوعين، الحوافز المادية والحوافز المعنوية. بالنسبة لتصنيف الحوافز من حيث المستفيدين، هناك الحوافز الفردية والحوافز الجماعية.
ثم قلنا أن يعني الحوافز لكي تكون لها معنى وتعطي يعني النتائج المرجوة، يجب هناك يعني اعتبارات نأخذها في الحسبان، هو أن المكافآت لابد أن تكون عادلة، أيضا توقيت دفع الحوافز يكون يعني مباشرة بعد يعني أداء العمل، أيضا ضرورة منح الحوافز المادية والمعنوية أمام العاملين، منح علاوة جودة سنوية لكافة العاملين على مسيرة نتائج المنظمة، أيضا استخدام الحوافز المعنوية مع الحوافز المادية، ثم أخيرا استخدام الحوافز الجماهيرية لأجل تعزيز روح الفريق. بعد ذلك دخلنا إلى موضوع الاندماج، هذا تحدثنا عليه في محاضرة سابقة، كان هناك جدول يعني وضحنا الفروق بين إدارة التقليدية وإدارة الجودة، فوضحنا أن هناك المشاركة، أن الموظف يشارك يعني فقط موجود بجسمه لكن ليس هناك تركيز على العمل، بينما الاندماج أشمل، فهناك يعني تفاعل حقيقي ولكن يمكن يتفاعل ولكن هو غير متمكن، لذلك يعني هناك ما هو أهم هو أنه يتمكن. فبالتالي تحدثنا في الأول عن الاندماج و كيف أن الاندماج مهم للتحسين المستمر ونجاح المنظمة، وأن في إدارة الجودة الشاملة الاندماج أشمل من المشاركة، وأن هذه الاندماج العاملين يرفع من المعنويات، وأن هناك حتى دراسات أثبتت أن هناك دلالة علاقة دلالة معنوية بين اندماج العاملين وبين رضا الوظيفي، كل ما كان الموظف مندمج كل ما كان راضي عن عمله، واندماج العاملين يمكن من أنه العامل يساهم في وضع الأهداف وبالتالي يلتزم بتنفيذ الأهداف وربما يشجع زملائه لكي ينفذوا تلك الأهداف، وأن هذا الاندماج يعني هم جميع الموظفين من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم. وأعطينا مثال في شركة تويوتا كيف أنهم قدموا السنة واحدة 687 ألف اقتراح وعدد الموظفين 40 ألف، وهذا ما يوضح ربما نجاح هذه الشركة. وقلنا أنه اندماج العاملين يعزز لديهم شعور ملكية نفسية، أنه يشعر كأن الشركة ملك له. ثم بعد ذلك وضحنا طرق لكي نزيد من درجة اندماج العاملين، فقلنا يمكن عن طريق مثلا اجتماعات، حلقات الجودة، أنظمة الاقتراحات، معاملة الموظف باحترام، إزالة عوائق الاتصال بين المدير والمرؤوسين، هذا كله يمكن من نجاح الاندماج. فإذا كان الاندماج هذا يعني وقع فإن هذا قد يؤدي إلى التمكين، أنه متمكن الموظف، فإذا أصبح الموظف متمكن فأصبح شعور الملكية النفسية أقوى، يشعر أن يملك الشركة ونجاح الشركة من نجاحه وفشلها من فشلها. لما يعني نجاح الشركة هو بالنسبة لنجاحه يعني في نجاح الشركة وفشله في فشل الشركة. وقلنا أن التمكين هو رفع قدرة الموظف على اتخاذ القرار بنفسه ودون إرشاد الإدارة، فإذا إذا كان تمكن الموظف لابد من تفويض لذلك الموظف، ولكي ينجح هذا التمكين قلنا هناك عدة عوامل، أولا مدى رغبة الرؤساء بتحويل الصلاحيات، أيضا ثقة متبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين، فعالية نظام الاتصالات، وجود نظام موضوعي لتقييم الأداء، ووجود نظام عادل للتعيين، أي ربط الأداء بالحوافز المادية والمعنوية وتدريب المرؤوسين، وهذا يولد طاقة لدى الموظفين لأنه يعني أصبح متمكن، فكل ما تطلب منه أي مهمة يكون قادر على القيام بها وبسرعة. فبالتالي هذه سياسة التمكين تبدأ من الإدارة العليا إلى بقية المستويات، وهي شيء أساسي يعني في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، لأن يعني مهم جدا أن العامل له خبرة ومهارات في مجال عمله لكي يرتفع هذا الأداء. ثم تحدثنا عن الاتصالات وأهمية الاتصالات وكيف أن هناك مرسل ومتلقي ورسالة وتغذية عكسية، وقلنا أن هناك مستويات الاتصالات، هناك اتصالات فردية واتصالات داخل الفريق واتصالات بين الفرق وهناك اتصالات خارجية. ويعني إدارة الجودة الشاملة تعتمد في كثير من مرتكزاتها على يعني الاتصالات، سواء للتمكين او للاندماج او في التخطيط او في العمل الفرق والعمل الجماعي، فنحتاج الى اتصالات افقيه وعموديه وفي اتجاهات متعدده في الشركه. بالطبع اقدم اساليب الاتصال هو نظام الاقتراح، في الاداره التقليديه صناديق الاقتراح لا تفتح فتكون صناديق من نوع الغبار،
اما في النظام ده الجديد لاداره الجوده فتفتح صناديق ويعتبر بانها يعني تصبح اقتراحات مثمنه ويتم تقييمها وتنفيذها. شركات اعطينا امثله في شركات الولايات المتحده الامريكيه كيف انها تقدم يعني مثلا تحصل على حوالي 1.5 اقتراح تحسين من كل موظف. بعض الشركات تتبع سياسه هذه 24/72، يعني المشرف يجب ان يرد على الاقتراح خلال 24 ساعه، واذا وافق على الاقتراح لابد ان يعطي خطه عمليه في 72 ساعه. ثم تحدثنا عن مهارات الاتصال، من مهارات الكتابه والقراءه والانصات والتحدث والتعبير غير اللفظي. ثم في الاخير تحدثنا عن التدريب واهميه التدريب، في لأن التدريب هو أهداف رئيسية زيادة معلومات الموظف، تحسين مهارات الموظف وتغيير اتجاهات الموظف. كان آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة المرئية رقم 26، فنرجع إليك جزء اختبار سريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 26. فالمقصود بتمكين الموظف هو الف رفع قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه وبدون إرشاد الإدارة، باخف قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه وبدون ارشاد الاداره، جيم خفض قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه وبارشاد الاداره، بل جميع ما ذكر. فالاجابه الصحيحه هي الف، فالمقصود بتمكين الموظف هو اذا الف رفع قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه وبدون ارشاد الاداره. اذا السؤال الثاني متعلق بالمحاضره المرئيه رقم 26. الاداره الفعاله في إدارة الجودة الشاملة هي التي تنشئ ألف استياء كبيرا لدى العاملين في أعمالهم ووظائفهم، بحيث لا يشعرون وكأنهم يمتلكون المنظمة التي يعملون فيها. الاهتمام الكبير لدى العاملين في أعمالهم ووظائفهم بحيث يشعرون وكأنهم يمتلكون المنظمة التي يعملون فيها. جيم الاهتمام الكبير لدى العاملين في أعمالهم ووظائفهم بحيث لا يشعرون وكأنهم يمتلكون المنظمة التي يعملون فيها. ده جميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة هي ب، فعلا الإدارة الفعالة هي في إدارة الجودة الشاملة هي التي تنشأ. إذا ب، الاهتمام الكبير لدى العاملين في أعمالهم ووظائفهم بحيث يشعرون وكأنهم يمتلكون المنظمة التي يعملون فيها. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 26. للتمكين دور أساسي في تطبيق مناهج إدارة الجودة الشاملة. ويقول جديد ستيفن أن التمكين مهم لأن على الموظفين أن يكونوا ألف غير جاهزين لأجل إجراء التغييرات المطلوبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ب جاهزين لأجل إجراء التغييرات المطلوبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ج جاهزين لإفشال إجراء التغييرات المطلوبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. ده الجميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة هي فعلا ب، فللتمكين دور أساسي في تطبيق مناهج إدارة الجودة الشاملة. فيقول ديفيد ستيفن أن التمكين مهم لأن على الموظفين أن يكونوا، إذا الإجابة ب، جاهزين لأجل إجراء التغييرات المطلوبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 26. يمكن تعريف الاتصال بأنه ألف سيرورة تحويل المواد الأولية من فرد إلى آخر أو من جهة إلى أخرى، ب سيرورة تحويل الموارد المالية من فرد إلى آخر أو من جهة إلى أخرى، جيم سيرور تحميل معلومات من فرد إلى آخر أو من جهة إلى أخرى. ده الجميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة جيم. فيمكن تعريف الاتصال على أنه إذا الإجابة جيم سيرور تحميل معلومات من فرد إلى آخر أو من جهة إلى أخرى. السؤال الخامس والإجابة بصح أم خطأ. أثبتت العديد من الدراسات أنه لا وجود لعلاقة ذات دلالة معنوية بين اندماج العاملين في الإدارة وبين الرضا الوظيفي الذي يرفع مستوى اداء العاملين في المنظمه. هذا صحيح ام خطا؟ خطا. فاثبتت العديد من الدراسات انه يوجد علاقه ذات دلاله معنويه بين اندماج العاملين في الاداره وبين الرضا الوظيفي الذي يرفع مستوى اداء العاملين في المنظمه. اذا نمر الى المحاضره المرئيه رقم 27. امامكم اذا الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضره المرئيه رقم 27. العضوية في منظمة الأيزو كالآتي: ألف عضو عامل، باء عضو مراسل، جيم عضو مشارك. ده الجميع ما ذكر. وفي هذه المحاضرة رقم 27 وصلنا مع فصل إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة، وتحدثنا عن أهمية التدريب، وقدمنا مراحل سيرورة تدريب الجودة التي فيها تحديد الاحتياجات التدريبية، تصميم برامج تدريبي، تأسيس تنظيم التدريب،
التحضير للبرنامج وتسجيل المادة التدريبية، تنفيذ برنامج التدريب وتقييم برنامج التدريب. وقلنا أن تدريب الجودة بدأ من كافة المستويات الإدارية، الإدارة العليا والوسطى والإدارة الشرفية وكل العاملين لابد أن يتم تدريبهم على الجودة. وقدمنا أمثلة لبرامج تدريبية مثل سياسة الجودة ومنع وقوع الأخطاء، رضا العملاء، تكاليف الجودة، استخدام الطرق الأحصائية للجودة لضبط الجودة، مهارات عمل الفريق، التحسين المستمر، والقيادة في الجودة، وغيرها من المواضيع التي يعني نرى في الدورات التدريبية. ووضحنا أن التدريب مهم جدا لنشر ثقافة الجودة الشاملة، وعمل الفرق أيضا يتطلب أيضا تدريب، ويعني أيضا حل الصراعات، وتقريبا يعني كل مكونات إدارة الجودة الشاملة يعني تحتاج إلى دورة تدريبية لمن بالطبع ليس لديه فكرة على هذا الموضوع من الموظفين. ثم دخلنا في الفصل أنظمة الجودة. وفي أنظمة الجودة قلنا بالطبع أن يعني ربما ما شفناه سابقا من مراحل سابقة لتطور الجودة هي أنظمة ربما تقليدية مثل التفتيش وضبط الجودة وتوكيد الجودة، إلى أن وصلنا إلى أنظمة إدارة الجودة الشاملة. من الأنظمة المهمة جدا هو نظام الأيزو. فإذا الأيزو، ما هي الأيزو؟ الأيزو هي منظمة عالمية لتوحيد المقاييس، أمانة مركزية في جنيف، وهناك عضوية لجميع البلدان، كل بلد له يعني عضوية واحدة. مشتقة من كلمة اليونانية أيزوس تعني التساوي، و يعني هذه منظمات من مهمها أنها يعني تصدر مواصفات ومقاييس وأنظمة، و هذه يعني بدأت ب 25 عضو، ثم أصبحت الآن 157 عضو. تصدر مواصفات في كثير من الأنشطة، الزراعة والبناء والهندسة والأجهزة الطبية. فإذا كل بلد له عضوية واحدة. العضوية كالآتي: هناك عضو عامل، عضو مراسل، عضو مشارك. ايضا هناك لجان فنيه تطور هذه المواصفات، و يعني يتم تحديدها، وهناك يعني خبراء كثيرين، يعني حوالي 30,000 خبير حول العالم. ايضا هذه منظمه تعاون مع اللجنه الدوليه الكهروتقنيه والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمه التجاره العالميه لانشاء يعني نظام تجاره عالمي عادل وحر. هناك مبادئ في الايزو. هناك مبدا التركيز على الزبون، مبدا القياده، اندماج العاملين، مبدا منهج السيروره، مبدا منهج النظام، مبدا التحسين المستمر، مبدا المنهج الواقعي في صنع القرار، ومنهج العلاقات المنفعه المتبادله مع الموردين او المزودين. ووضحنا يعني المبدا، كل مبدا مثلا بالنسبة للزبون من هو الزبون، العملاء الخارجيين، العملاء الداخلين. بالنسبة للقيادة تحدثنا عنه فصل كامل بخصوص القيادة وأهمية القيادة. مبدأ ثالث اندماج تحدثنا عنه منذ قليل. نعم، نحن الآن في المحاضرة المرئية رقم 27، وإن شاء الله يعني غدا إذا كان بقي شيء بسيط نكمله، وغدا المراجعة. فإذا هناك أسئلة غدا يمكن أن تسألوا، وهناك أيضا بعض ربما الأشياء الصعبة قليلا سنحاول أن نوضحها، ويعني نعطي أسئلة إضافية. بالنسبة للاندماج العاملين تحدثنا عنه منذ قليل. منهج السيرورة أيضا تحدثنا عنه، وتحدثنا عن المدخلات والمخرجات وتحويل المدخلات إلى مخرجات. خريطة السيرورات هناك مثال. بالنسبة لمنهج النظام هي كيف أن تكون إن شاء الله سنعطي أمثلة بالنسبة للأدلة، نعطي أمثلة كيفية السؤال عنه. فعملية يعني ربط هذه السيرورات ومدخلاتها ومخرجاتها بطريقة متجانسة وثابتة تعطي هذا النوع من الترابط والتكامل وتكون نظام تحسين مستمر. المسيرة مستمرة، دائرة تحسين مستمر،
التخطيط والتنفيذ والفحص وقيام بالإجراءات المناسبة للتحسين. أيضا بالنسبة للمنهج الراقي لصنع القرار، كيفية جمع البيانات بطريقة علمية وأخذ القرارات بطريقة علمية، يعني بخصوص ما التحسين المستمر وبخصوص العملاء وكل ما يحدث داخل الشركة. بالنسبة للعلاقة مع الموردين أيضا لابد هناك إجراءات تتبع جودة للتعامل مع الموردين للحصول على مدخلات الشركة بطريقة يعني تحترم المواصفات. ثم قدمنا من بين المواصفات المشهورة في الايزو الايزو 9001 اصدار 2008 قدمنا في الاول، يعني وكيف انه يعني نظام الجودة ويعني بعد تقديم مجموعة اصدارات الايزو فصلنا هذا النظام. فقلنا يعني انه هناك اصدارات مثلا نعم يعني لابد ان ننتبه مثلا خاصة التواريخ الان، يعني مثلا اول اصدار ايزو 9000 سنة 1987، يعني تجد ايزو 9000 بعدين نقطتين 1987، يعني هذه الايزو 9000 و 1987 الاصدار. ثم الايزو 9000 الاصدار الثاني كان سنة 1994، والاصدار الثالث كان سنة 2000، والاصدار الرابع سنة 2008. طبعا اصدار 2015 هي الموجود في المحاضرة. أبعد المصطلحات، المصطلحات غير واضح صالحة، مصطلحات غير واضح على كل، إذا تقصدين مصطلحات بالإنجليزي غير مطلوبة مصطلحات بالإنجليزي، لكن يعني هنا المختصر الآيزو هذا مطلوب يعني. فقدمنا الإصدار 1987 للآيزو 9000، كان فيه آيزو 9001 واثنين وثلاثة. فبالنسبة للآيزو 9001 إصدار سنة 87 يهتم بالتصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمة، بينما الآيزو 9002 سنة 1987 يهتم فقط بالإنتاج والتركيب وتقديم الخدمات، والآيزو 9003 يهتم بالتفتيش النهائي والاختبار. ثم اخر شيء تحدثنا عن الايزو 9000 اصدار سنة 1994، وقلنا هناك يعني هذا الاصدار يتكون من 5 مواصفات رئيسية. الايزو 9000-1994 يقدم الارشادات العامة للاختيار والاستخدام، ثم الايزو 9004-1994 ويقسم الى عدة اجزاء حيث تقدم عناصر ادارة الجودة ونظام الجودة. ثم هناك يعني الايزو 9001 9002 9003 تحدد المتطلبات الواجب توفرها في نظام الجودة المؤسسات الصناعية والخدمية. إذا نجيب على الأسئلة. إذا العضوية في منظمة الايزو كالتالي، إذا ألف عضو عامل، باء عضو مراسل، جيم عضو مشارك، دل جميع ما ذكره. فالإجابة الصحيحة هي دل. فالعضوية في منظمة الايزو هي فيها عضو عامل وعضو مراسل وعضو مشارك. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 27، فعضوية الايزو مفتوحة الى الف الشركات الصناعية والتي تعتبر مسؤولة على توحيد المواصفات في بلادها، عضو واحد في كل بلد، باء مكاتب استشارات الجودة او المشابهة والتي تعتبر مسؤولة على توحيد المواصفات في بلادها، عضو واحد في كل بلد، جيم مراكز المواصفات الوطنية أو المشابهة والتي تعتبر مسؤولة على توحيد المواصفات في بلادها، عضو واحد في كل بلد، ذلك جميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة هي جيم، الإجابة الصحيحة هي جيم. فعضوية الأيزو مفتوحة إلى جميع إلى مراكز المواصفات الوطنية أو المشابهة والتي تعتبر مسؤولة على توحيد المواصفات في بلادها، عضو واحد في كل بلد، الإجابة هي جيم. السؤال الثالث متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 27، المنظمة الدولية للقياس الايزو سوية مع اللجنة الدولية لجهر التقنية والاتحاد الدولي للاتصالات بنت شراكة استراتيجية مع منظمة التجارة العالمية، الهدف منها هو تشجيع قيام ألف نظام تكنولوجي عالمي عادل وحر، باء نظام تجارة عالمي عادل وحر، جيم نظام تجارة عالمي عادل ولكنه غير حر، دل جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي باء.
المنظمة الدولية للقياس ذوية مع اللجنة الدولية الكهروتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات اللي بنت شراكة استراتيجية مع منظمة التجارة العالمية. الهدف منها هو تشجيع قيام نظام إجابة باس نظام تجارة عالمي عادل وحر. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 24، ضمن مفهوم النظام فإن السيرورات يجب أن تتمتع بدرجة عالية من التزام والثبات، مما يعطي الضمان بأن جودة المخرجات تتمتع بدرجة تجانس وثبات عالية أيضا، بدرجة متوسطة من التجانس والثبات، مما يعطي الضمان بأن جودة المخرجات تتمتع بدرجة تجانس وثبات عالية أيضا، جيم بدرجة منخفضة من التجانس والثبات، مما لا يعطي الضمان بأن جودة المخرجات تتمتع بدرجة تجانس وثبات عالية أيضا، بل جميع ما ذكر، والإجابة الصحيحة هي ألف. فإذا ضمن مفهوم النظام فإن السيرورات يجب أن تتمتع إذا ألف بدرجة عالية من التجانس والثبات، مما يعطي الضمان بأن جودة المخرجات تتمتع بدرجة تجانس والثبات عالية أيضا. السؤال الخامس والإجابة ب صح أم خطأ، يتراوح عمل الأيزو من أعداد مواصفات للنشاطات التقليدية مثل الزراعة والبناء إلى الهندسة الميكانيكية إلى الأجهزة الطبية إلى توفير نظام المعلومات وغيرها، هذا صحيح أم خطأ؟ هذا صحيح، يتراوح عمل الأيزو من أعداد المواصفات للنشاطات التقليدية مثل الزراعة والبناء إلى الهندسة الميكانيكية إلى الأجهزة الطبية إلى توفير نظم معلومات وغيرها. إذا بقي فقط المحاضرة رقم 28، طبعا المحاضرة رقم 29 هي المطلوبة. فإذا إن شاء الله غدا نأخذ 10 دقائق تقريبا، يعني أو أقصد تقدير ربع ساعة بخصوص يعني المحاضرة رقم 28، ثم نفتح مجال للمراجعة، فجهزوا أسئلتكم للمراجعة. وهناك بالطبع بعض المواضيع الصعبة شو يعني مثل المواضيع يعني رواد الجودة، مثل مواضيع الجداول وكيفية الأسئلة على الجداول، أيضا بخصوص صياغة الأسئلة، فهذه إن شاء الله سنوضحها غدا. حاولوا تجهزوا أسئلتكم غدا إن شاء الله. غدا إذا المحاضرة الحية الأخيرة في هذا الرقم 12، غدا المحاضرة الحية الرقم 12، فإن شاء الله تكونوا قد استفدتم محتوى هذه المحاضرة الحية. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله جل وعلا ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.